العين العالمية للإنتاج والتوزيع تقدم المسلسل الأسري أسعد فوزية، تأليف عبد العزيز المهيري، بطولة أحمد الصياد في دور أسعد. إيش؟ أتكلم معها على الزواج؟ شاورما، والله لا روح شاورما. وأفنان أفندي في دور فوزية. الله أعلم، الله أعلم فحلامك إيش تسوي، إيش تهبب من مصايب. ومشاركة سلطان حكمي في دور إبراهيم. أفع الرجاجيل، والله أنا حرمة تجهز لي الشنطة حق السفر. صباح الخير يا فوزية. فوزية أنت بخير؟ شفتك في حلم أمس. خير، اللهم اجعله خير. من فين هيجي الخير وانا حلمت فيك انك انت قاعد تغازل؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حلمتيني اني اغازل؟ ايوه، بس انا احلامي تتحقق وانت عارف الشي ده. احترمي نفسك وحاسبي على الفاظك. اسعد لو سمحت لا ترفع صوتك علي، هذا وانت غلطان قاعد تقول كده. من جد اللي يقول شين وقوي عين. غلطان؟ ليه غلطان؟ ايش سويت يا ربي انا؟ الله اعلم، الله اعلم في احلامك ايش تسوي، ايش تهبب من مصايب. يا شيخ ايش تفسيرك للحلم؟ نعم نعم عادي، يعني اضغاث احلام. اوكي مشكور يا شيخ، مشكور، جزاك الله خير، مع السلامه. ها ايش طلع تفسير الحلم؟ انت من فين طلعت؟ ايش قال لك الشيخ مفسر الاحلام؟ متصله باربع مفسرين احلام. هذول اصلا ما يعرف يفسروا. بالله ما يعرفوا شيء، والله تفسير مو جاي على مزاجك. ها باقي مفسر واحد في اليمن، حتصل عليه، هذاك يقولوا مره فنان. فوزية ترى اللي قاعده تسويه هذا ما هو صحيح ومو داخل مزاجي ابدا. اشوفك مهتمه بالاحلام اليومين هذه ومهتمه بتفسيرها، اهتمي بنفسك شويه، اقعدي قدام عيالك ربيهم، يعني اكليهم، اثقفي يا شيخه. عاد انا من باب الفضول بس يعني، ولا ترى عادي يعني. اقول قومي خلينا بس نطلع شويه ونغير جو ونشم هوا. قومي. لا ما اقدر. ليش ما تقدري؟ حلمت حلم ومره خايفه. اها شفتي دحين انا هذا هو اللي خايف منه، اخرتها قمت توسوسي وتشكي في ظلك كذا. ماسك التليفون ما شاء الله، بتتصلي بمين؟ ليكون الشيخ اليمني. حكلم صاحبتي امينه. كويس انه جات على كده. يلا مع السلامه. اقول يا فوزيه، والله لو عرفت انك اتصلتي بالشيخ اليمني والله ما يصير لك طيب. الو امينه، عندك رقم مفسر الاحلام اللي في السنغال؟ السلام عليكم. وبعدين انت لسه جالسه تتابعي برنامج تفسير الاحلام؟ دقايق دحين حيخلص، اصبر شويه. اقول لا بصبر ولا اي، هنزل يدك والتلفزيون ده حسكره دحين. اسعد حرام عليك، الشيخ جالس يفسر حلمي. اقول لا حلمي ولا ممدوح، انا لازم اوقف المساله عند حدها، خاف الله في عمرك يا شيخه. تفسير الاحلام جايز ومذكور كمان في القران، يعني مو حرام. انا ما قلت حرام، لكن الحرام اللي انت قاعده تسويه في حياتك وفي عيالك وفي زوجك. ايش الكتب هذه اللي قدامك؟ اشوف ما شاء الله تبارك الله، تفسير الاحلام لبن سيرين، تفسير الاحلام للنابلسي، ايش هو ده؟ ناويه تطلع مفسره احلام يا فوزيه على اخر عمرك؟ امنيه حياتي، بس انت ادعي. الهي يا ربي انت جاهي، يا رب عساكي ما تتوفق ان شاء الله، قولي امين. ابراهيم الحقني يا ابراهيم الحقني. وي بسم الله عليك، ايش فيك؟ اقول لك اسكت، امس حلمت حلم مش طبيعي. طيب اهدى، قول لي ايش حلمت. اهدى، حلمت اني متزوج على حرمتي. مبروك. حل عني اقول لك، انا حالم بمصيبه وانت تقول لي مبروك؟ ايش بك يا عمي زواج؟ طيب ايش تبغاني اقول لك؟ لا تقول لي ولا اقول لك، انا دحين مره خايف وماني عارف ايش اسوي، حرمتي قاعدة لها فترة كده تشتغل مش عودة بصراحة. إيش؟ قصدي مفسرة أحلام، وسبحان الله كده يعني زي لك أنا حاسة أني أنا بحلم بشيء ولما تصحى على طول تقول لي. طيب وبعدين؟ سلامتك. ودحين إذا رحت البيت حتعرف أني حلمت أني مزوج عليها. يا عمي خير يا طير، هو كله على بعضه حلم. المشكلة أنت ما تعرف حرمتي. وإذا عرفت يعني إيش حتسوي لك؟ أفا أقول لك إياها بصراحة يا إبراهيم، حتربطني في اسطوانة. أسعد أبسلك، أنت تخاف من زوجتك صح؟ لا، أنا ما
أخاف منها. أخاف من مين يعني؟ بس تقدر تسمي الموضوع ده يعني مراعاة لمشاعر الطرف الآخر في الحياة الزوجية. يعني أفهم من كلامك يا سعد إنه ما في يوم كده يعني طرحت موضوع الزواج كده مع زوجتك من باب السوالف؟ إيش؟ أتكلم معها عن الزواج؟ شاورما، والله لا روح شاورما وكيلك. أقول لك أدعي لي إنه الله يعدي هذه اليومين على خير وما تكتشف زوجتي إني حلمت إني متزوج عليها. حاضر من عيوني. شيء ثاني كمان ما تنسى؟ ما حنسى يا أخي. أسعد، إيش مجلسك كده في زاوية الغرفة وساكت؟ أه؟ لا لا بس ولا حاجة، قلت المكان يعني هذا كده أروق وأدفى. أسعد بسألك، أمس في الليل، يا الله أما كشفتني أمس في الليل أنت بعد ما نمت، أقسم بالله العظيم كان كابوس كابوس كابوس. 20 مرة قلت لك لا تحطي لي هريس على العشاء. لما أكلت الهريس حقك هذه قمت كده أهلوس وألخبط في الليل ويا ستار. يعني إيش الهرجة؟ أنت ليش تتكلم؟ ها؟ أنت تقولي أمس في الليل لما نمت كذا. أيوة بعد ما نمت ما سمعت صوت مطر؟ صوت مطر؟ أيوة صوت المطر، مرة كان صوته حلو. مرة كان صوته حلو؟ أبو بليسك حل عني، قومي من هنا سلامات، حل عني وفكيني من وجهك. صوت المطر مرة حلو، يلا. شوية كان بيغمى علي. أوف. أسعد فوزية من إنتاج العين العالمية للإنتاج والتوزيع، إشراف المهندس محمد صوالح، متابعة غازي بن حاجب.